احترمي نفسك. خلاص والله يا ست بارده والله انت مهزقه يا دون. يا دنيا انت مهزقه ومش محترمه. لا محترمه. لا لو محترمه كنت اتجوزتي في العالم، ما تروحش تتجوزي زي ما انت بتقولي. لو هو فعلا جوزك ودي بنتك كنت علنت للناس كلها. مشكله. ايه اللي انت لابسه ده؟ ايه اللي انت لابسه ده في الفيلم ليه كده؟ يلا يلا يا مؤمن. مش هقرب يا بابي. لا مش هقرب يا بابي خالص. انت معلقه صور في البيت يا مامي. صور ايه يا حبيبتي؟ يلا انت متاكده؟ يلا يا مامي روحي. يلا يا شناوي هات لها شوكليت حرام. والله العظيم هي عايزه. يلا يا شناوي يا حبيبي خدها هات لها شوكليت. يلا يا بابي. ايه يلا يا دودو اطلعي اطلعي هتلاقي اي حاجه تاكلها. هتلاقي اي حاجه تاكلها يا ابني. انت ايه البرود ده؟ هو انا لما بقول لك هات حاجه لبنتي ما تقومش ليه من مكانك؟ بابي بابي جبتها انت دي. مهزقه اهو. كل شويه تفضل داخله خارجه كده مش هتقعد مع نفسها. انا بابي. بص لك ازاي. ابتديت اتعصب. عايزه اهزقها. هزقيها؟ والله والله انا مهزقاوي. بسالك بقرف وانت بتتكلم. كنت عايزه اقول لك انك بتسيبني. تفضل كل شويه داخله خارجه. ولا سن ده اللي هتيجي معايا. هو ايه ده؟ انا متاكده ان انت بابا. والنبي نفسي ياخد حضنه. بابي مين؟ ايه تعال تعال. انا لسه كنت حاطه والله بالي كتير ما شفتش بابي. بابي والله بابي. انا لسه كنت حاطه. طب انا هعيط والله. بس بقى النبي ياخد منك عبد النبي. وفين مامي بقى لما انت؟ والنبي ياخد منك عبد النبي. طيب وفين مامي بقى؟ ريح انت بس كده شديدك. طب ثواني ثواني طيب. ريح بس. طفله صغيره ثواني. مش هنشوف الطفله. انا هاخدها في حضني. بس وفين مامي بقى؟ اقف على حياتي الشخصيه. خدي بس اقول لك وفين مامي بقى؟ ما تنسيش انت. اطلعي بره حبيبتي. مالها دي؟ اخر يوم النهارده معايا. وانتي مامي بقى وهي بابي وكده. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حبيبتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك على الموقف المقرف اللي انت حاططني فيه. طب ما انا ما اعرفش ان انت اللي موجوده هنا. والله والله ما عليا على البنت الغلبانه دي. يا ظالم يا قاسي. انت جت امتى بقى دي؟ طب انا عايز امشي. مش ندمانه على غلطه عملتها في حياتي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت ربنا هيوريك ايام. والله العظيم ربنا هيوريك ايام ما شفتهاش في حياتك قبل كده. هو انت مدركه ان انت بتقولي؟ انت خلاص انا مش عايزك تتكلمي معايا. انت خالص انت اللي تخرسي خالص. بتتكلمي ازاي كده؟ انا شفتلك من ساعه ما دخلت. احترمي نفسك وانت بتتكلمي معايا. ده ايه ده؟ خلاص طيب بس. لا استنى بس. طب خلاص لا استنى بس. ارتحت؟ الزن اللي كنت بتزن لهم وكل شويه تروح تطب عليهم في كافيه في المهندسين؟ اصل انت كنت شاكي. لا اتاكد بقى يا حبيبي. وتمام الموضوع بقى المفتشر كده. انا حقي اخده منك بالقانون. والله لا سفكك. اللي عايزه تعملي اعملي. والله العظيم اللي عايزه تعملي اعملي. اثبتي. وانت بقى جاي الحلوة القعدة الواثقة في نفسها دي. والله لا تخليها تقعدش مع عزيمتك يوم واحد. ان شاء الله. ده في العيد. وعرفتها منين دي بقى؟ لا ما تقوليش زي ايه اللي عرفتها منين دي؟ اه ما انت لا ما تقوليش ما انت يا حبيبتي. انا كنت مراته يا حبيبتي. مراته ايه؟ مراته ايه؟ بقول لك ايه؟ ده انا ربنا بيجيب لي حقي النهارده. والله يعني انا كان نفسي قبل هو قابلتك انت كمان. ايه قابلتك انت؟ انت بتعرفي انت بتتكلمي ازاي؟ ما تتكلمي عدل.
لا انا اتكلم براحتي، انا في مكاني. مكانك ايه وزفتي؟ مكاني والله. قلت لك لو عندك كرامه امشي، انت اللي قاعده. لا انا مش جايه علشانك انت على فكره، عشان الاستاذ المحترم ده. لكن انت مين يا حبيبتي الاستاذ المحترم اللي جابني هنا؟ والله لا انت جايه اصلا اسلوبك مش محترم. جايه عشان تخشي مسابقه وتكسبي فلوس. ايه فلوس؟ ايه فلوس؟ طول عمره مادي. لا عمره مادي. مين دي اللي انت اكتر واحد عارف فلوس ايه ام فلوس انت؟ اجي رجل شوفي بنتك بس دي جت منين. فيكي حماده حسبي الله ونعم. وانت متاكده ان هو ابوها؟ وانت متاكده ان هو ابوها؟ شوفي ابوها فين بس. ما ترد. نعم. انت عارفها منين دي؟ ما ترد. منين بقى؟ ما تردش. بكلمها. طب خلاص. طيب بقى خلاص. طب خلاص بالله. لا ما مش. لا رد. مش بكلمها. هرد اقول ايه؟ خلاص. طيب مش وقته كده. مش معاه مشكله. ما تعملي معاه مشكله. ما خلاص هو انا من بيت عيلتي. خلاص كان موضوعه انتهى. ايه يعني ايه موضوعه انتهى؟ يعني ايه موضوع انت؟ ما تردني. اما كنا بنقعد انا وزين وريمون واحمد جمال في الكافيه، اتعرفت عليها هناك. من اشكال الوسخه دي. طب اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ خلاص وموضوع انتهى. وديني قلت لك قدامها خلاص. وقلت لها انا اي حاجه فاتت بنساها. وايه البت اللي بتقول لك عليها بنتها دي؟ عبيطه دي ولا ايه؟ ما ترد. مش بكلمك. طب خلاص ده مش وقت كلام. امال انت هو ده مكان كلام؟ امال انت اخلص. اخلص اعمل ايه؟ طيب فهمني فيه. طب خلاص لما نروح. لا مش لما نروح. لما نروح. لا مش لما نروح. امال امتى؟ دلوقتي. ازاي دلوقتي يعني؟ لما البتاع اللي مشيت دي هناك دي تيجي تقول لي ايه ده. طب لما البتاع دي تيجي بقى اللي انت عايز تعمل ايه معاها؟ اعمل ايه؟ ممكن تناديها. ما انا بتعصبني باسلوبها. خلاص عشان مش همد ايدي عليها. لا انا اللي هما مد ايدي. والله هما يضربوها لي. انا اللي هما مد ايدي. اعمل اللي تعملي. انا قلت لك قبل كده اللي يضايقك خدي حقك منه. ما انا لو قمت هضربها. اضربيها خلاص، هي من بيت عيلتي. مش شايفه عماله تتكلم معايا ازاي؟ ما هي عماله تحاسبن عليا، وكان ممكن هما مد ايدي عليها يعني. بس لا انا اللي همد ايدي عليها. ما انا ما بحبش اضربها. حاسبيني على مين؟ والبنت دي عدوك انت اللي انت عاملاها ده. انت تسكتي خالص. ما تقوليش تسكتي خالص. يا بنتي ما تبقاش منهاره كده بسببك. بنته ولا إيه؟ كنت حطها في موقف زي ده. انت سايله انا ليه؟ مستني اللي قاعد جنبك. والله وانت كنت فين لما كنت معاه؟ ها؟ لا ما تردي بقى لو على كلامك بقى. والله اسالي كويس وهو يرد عليكي. ما انا بساله ومش عايز يرد. رد انت. مش عايز يرد عشان هو جبان ما بيواجهش. يا دنيا خلاص. هو جبان مش بيواجه. خلاص طيب. هو اللي خلاص. خلاص طيب. اللي قصدي بيبص لي بصه كانك غلطان معايا. لا يا حبيبي قول الحقيقه يا بابا. قول الحقيقه. كلمي عادل بس وانت بتتكلمي. اتكلم براحتي. انا في مكاني. انت اللي جايه عليا. ما تعصبينيش عشان انا ما بتعصب هبقى وحشه. بتبقي ايه؟ ببقى وحشه. اخرك. اخري. خلاص يا دنيا. طيب ما تطوريش الموضوع اكتر من كده. خلاص طيب. ما بحبش اي امد ايدي ولا بتكلم حد ولا بزعل حد. بس ممكن اعمل اي حاجه. انا شفتك. انا متضايقه عشان بنتي اللي بتعيط فوق. طب هنبقى نحل الموضوع ده بعدين. بتاع ايه؟ خلاص طيب. البرده المفتريه دي اللي بانيه ساعتها على اتعاست الناس ده. بدل ما تقولي له كلمه حلوه عماله تقولي له مش عارفه ايه وبت ايه. ما تعرفش. والله انت ست مفتريه. احترمي نفسك. والله ست برده مفتريه. والله انت مهزقه. يا دنيا انت مهزقه ومش محترمه. لا محترمه. لا لو محترمه كنت اتجوزتي في العالم. ما تروحش تتجوزي زي ما انت بتقولي. لو هو فعلا جوزك ودي بنتك كنت علنت للناس كلها. خلاص يا حبيبتي الحمد لله بقت فعلا كل الناس عارفه. والله ده فين ده؟ بيني وبينك بس وبينه. والله والرجاله دي كلها اللي واقفه مش ماليه عينك. انا هاخد حقي بالقانون يا حبيبتي. انا هاخد حقي بالقانون. والله هو وبعدين انت بتكلمي ما تعمليش كده. لا انا براحتي. انا في مكاني. انت اللي جاي في مكانك. مكانك ما حسيت انت اللي مشتري المكان. لا هو انت ما تعرفيش ان كل ده انا دافعه ثمنه. والله الحاجه دي دافعه ثمنها. والله بقول لك مش عايز اسمع صوتك خالص. اسكتي انت. طول ما انا قاعده في مكاني انا يعني. طول ما انت في مكان انا قاعده فيه. انت تتخرفي يا اما لما تتكلمي معايا تتكلمي معايا عادي. انت تسكتي. طب خلاص يا دنيا. انت تتخرفي خالص لما تتكلمي معايا تتكلمي معايا. خلاص يا ماما. بس انت اسكت. انت حماده خليها تسكت. ما تتكلمش انت. حماده خليها تسكت. انت اللي تسكتي.
طب خلاص طيب طب لها. طب خلاص تقومين مين انت عبيطه؟ طب خلاص طيب ده مش ده مش وقته. انا اللي هقوم لك والله. تضربي مين؟ تضربي مين؟ اضربك مين؟ تضربي مين؟ وانت صغيره على الضرب؟ والله؟ والله انت عبيطه ولا انت اللي عبيطه حبيبتي؟ بس اقعدي بس كده لا 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 واتكلمي باسلوب كويس وانت بتتكلمي. اجري ايه اللي اجري انت جامي بس بس ريحي بس ريحي بس امشي الله اقعدي بس كده ريحي انت ما تعرفيش انا بتكلم ازاي. ايه انا ممكن اخليك هنا عبره والله والله ما تعرفي. لا وريني يلا حبيبتي اخري بطلي الغل والسواد ده. انت اصلا مش هتستني من قبل اي حاجه وانت سودة سودة ايه؟ انت مش شايفه شكلك وشايفاني ولا ايه؟ انت عبيطه. تعالي نجيب مرايه كده ونبص على بعض. والله العظيم اه والله والله العظيم ما كانش سابك بقى وجيت اتجوزك. اتجوزك انت عبيطه لا اه صحيح. وانا هكلم اقول ايه؟ قولي ايه؟ سبتنا عشان دي بجد والله العظيم. إيه انا فرحت لما شفتها والله العظيم والله العظيم والله العظيم ده انت لو كان غلط معاكي فكانت احلى غلطه. دي فعلا احلى غلطه مش غلطه كمان احلى حاجه عملها في حياته. بس 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 ريحي. طب بس اقعدي بس اقعدي خلاص خلاص. تمنه كام عشان طب ايدك تمنه ايه جايباه منين ده عشان يبقى تمنه كام؟ روحي اقعدي اقعدي انت بس انت اللي قاعده عشان خاطر الفلوس. والله انت خاطر الفلوس. ما انا قلت لك تروحي انا كنت مشيتي. ما تخنيش عليها عشان هي خلاص. طيب عشان ممكن نعهنها دلوقتي. اقعدي بس ريحي كده وهاتي لي البنت اللي انت بتقولي لي بنتك وبنته والحوار اللي انت عماله تعمليه ده ماشي. انا محتاجه عشان برستيجي على فكره. برستيجك انت تعرفي برستيج انت انطقيها صح بس الأول. لا بعرف انطقها خليكي في حالك. يعني انا محترماكي عشان خاطر البرستيج والله وعشان خاطر انا ليا كلام مع الراجل ده بعدين. لا انت مالكيش كلام مع الراجل ده خالص. لا بكيفي. لا مالكيش كلام. لا لا مزاجي مش مزاجي ولا انت ولا البت اللي بابا والكلام ده. ريحي بس اقعدي كده مالكيش دعوه بيه. تاني مره ايدك هتتمد هتزعلي والله. اه طب انا عايزه ازعل. اقعدي انت بقى طب اقعدي انت عشان ما تزعليش. لو شايفه نفسك شايفه بجد مديها. طب انت عشان ما تزعليش روحي اقعدي. ولو ما قعدتش هتعملي لي ايه؟ طب ريحي انت مالك بيه؟ انت مالك يا حبيبتي تتحمي فيه ليه؟ لا هو قوي لا 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 هو يتشد بيه الظهر قوي يا حبيبتي. اه الحمد لله الحمد لله. طبعا احنا هنفضل كده كتير؟ الحمد لله. طب خلاص يا بابا اقعدي. طيب خليها تاخد لي صوره 6 في 9. طب ايه اتمليتي؟ روحي بقى قلدي. طب روحي اقعدي بس عشان نشوف الموضوع ده. طب روحي الحلقه. طب خلاص الحلقه دي اشكال نعمل معاها حلقات. دي ايه دي اشكال نعمل معاها حلقات؟ ليكي الشرف. شرف ايه وشرف؟ والله انت اصلا وجودي هنا شرف ليكي. تصدقي بقى انت عقله عشان نشوف الموضوع ده. وانتوا انتوا جايبين لي هيفاء وهبي ايه الاشكال دي؟ انا اشكال دي اسم الله على اشكالك اللي انت قاعده مش شايفه شكلك ولا ايه؟ هقوم ارفع عليها قضيه سب وقصف. ما تقومي والله العظيم بعد الحلقه دي. انت بتعملي ده صح؟ على الاقل مش تنتهيش. طب على الاقل يعني كان في اي حاجه كنت ما احنا غلطه مش عارفه ايه؟ ايه؟ خلاص يا دول خلاص كلمه كمان وهدغدغ على دماغك الترابيزه دي. ايه بترد عليا ليه؟ ما مش عايزه تفصل مش عايزه تسكت خلاص. لا انا اعرف اسكت. طب ايه انا مش بتكلم مع البتاع دي خالص. طب خلاص طيب بقى كلمه كمان وهديها بالترابيزه دي في دماغك. والله طب خلاص طيب خلاص خلاص عمال ما تردش عليها وانا ما فيش لسان اتكلم. طب اتفضلي دي تحمد ربنا ما حدفتكيش بتاع دي في وشك. والله لا برافو احمد ربيع والله برافو. ما تخليش بس انا اقوم اضربك بيها. 3 2 1 اتفضل. ورجعنا لكم تاني هو وهي مع محمد وشيماء. اللي ما طلعش هو وهي. شيماء انت كنت معانا في مراتي في ورطه لا تراجعوا على استسلام الجزء الثاني. لا استنى بس عشان بجد ايدك تقيله قوي. ايدك تقيله قوي. ده ما حدش يجي جنبه. حماده ده خط احمر. بالظبط كده. شيماء سيبك بقى خلاص بقى يا ستي في البيت يا سن. اول مره اشوفها هنا اقسم بالله. خلاص بقى يا سن اجيب لكم اتنين ليمون. طيب